سوق الاسهم السعودي اليوم يفتتح تحت دورات الاسبوع في المنطقه الخضراء، نرتد من مناطق 8700 ونعمل ونغلق عند مستويات 8860. يا ترى هنكمل ولا لا؟ معانا ثلاث اسهم مهمين جدا هنتكلم عليهم النهارده، معانا الدريس، بترو رابغ، مجموعه سابولا. يا ترى هيحصل فيهم ايه؟ ده اللي هنعرفه النهارده. معاكم بسام عيسى من اكاديميه بي برو تريدر. هذا البرنامج برعايه نور كابيتال. طيب خلينا اول حاجه نبص على المؤشر العام تاسي. زي ما احنا شايفين النهارده تداولات يوم الاحد السوق قفل في المنطقه الخضراء، ارتدينا من دعم ال 8760. زي ما احنا شفنا الاسبوع اللي فات كان في سلسله انخفاضات تقريبا طول الاسبوع، المؤشر العام كان فشل في اختراق مقاومه ال 90 وعملنا انخفاضات عشان نعمل اعاده اختبار مره ثانيه لمستوى 8740، والحمد لله تمسكنا من عندها. شفنا بدايه الاسبوع الحالي اللي كانت جلسه موفقه النهارده الاحد، قفلنا عند مستوى 8860. اعتقد كده هوت بالاشارات الموجوده عندنا لحد دلوقتي، سواء التماسك اعلى 8740، تاني حاجه عندنا متوسط متحرك 100 متوسط متحرك 200، السعر المتماسك اعلى منهم، ده بياكد لنا ان النظره الايجابيه ما زالت قائمه حتى وقتنا الحالي. نبتدي نقلق امتى؟ عشان بدات التساؤلات خلال الفتره الاخيره، خاصه ان الاسبوع اللي فات شفنا في انخفاضات سلسله انخفاضات. نبتدي نقلق لما نشوف تاسي امتى، تاسي فين، او نشوف المؤشر العام للسوق السعودي فين بالظبط؟ مستوى 8530. لو شفنا المؤشر العام او شفنا تاسي عند منطقه ال 8530 نبتدي نقلق، نبص على احجام التداول، نبتدي نصفي جزء من الاسهم اللي معانا، نحاول نحافظ على جزء، لو في سيوله معانا نحاول نحافظ عليها عشان ممكن نشوف تغير في الاتجاه، ولو ان ده احتمال ضعيف جدا بس برضه يبقى لازم عندنا الارقام عشان عارفين بنتعامل ازاي. دي كانت نظره سريعه على المؤشر العام للسوق السعودي. خلينا نبدا باول سهم معانا النهارده، مجموعه سابولا. بصوا يا شباب، زي ما احنا شايفين مجموعه سابولا كان الاتجاه العام هابط، كانت قناه سعريه هابطه، تقريبا السعر كان بينخفض من مستويات ال 44 ريال، سجل ادنى مستويات عند مستويات ال 26 ريال، ومن خلال منطقه 26 ريال بدانا نشوف دعم يظهر في المنطقه ديت، وخدنا اتجاه عرضي لحد ما بين منطقه 26 الى منطقه ال 31. بالفعل السعر بعد منها بدا بعد دخول قوه شرائيه جديده، شفنا ان السعر يخترق القناه السعريه الهابطه في اشاره الى تغير الاتجاه العام على المدى القصير، وشفنا الاختراق دوت وصل بالسعر، ارتفع من مستويات 26 ريال وصولا لمستويات ال 34 30. كان لازم بعد زي ما احنا عارفين بعد ما بيتم كسر القناه السعريه هابطه او صاعده لازم مره ثانيه السعر بيعمل اعاده اختبار ليها او ريتست ليها مره ثانيه، وده بالفعل شفناه. دخلنا في موجه تصحيحيه في سهم مجموعه سافولا، بس للاسف ما حصلش اعاده الاختبار اللي احنا كنا منتظرينه، لسبب ايجابي جدا ان القوى الشرائيه اللي دخلت في السهم زي ما احنا شايفين حافظت على السهم في مستويات مرتفعه، ما قدرناش نكسر مستويات ال 30 ريال، بدانا نخش في اتجاه عرضي ما بين منطقه ال 30 ريال لمنطقه ال 32 ريال في اشاره الى المرحله التجميعيه استعدادا للمرحله الثانيه. طيب زي ما احنا شفنا يوم الخميس الماضي كان السهم وصل عند مستويات 29.94، اغلق عند مستويات ال 31، كان تقريبا عامل ارتفاعات 2% او 3%، وشفنا خلال تداولات الحد النهارده الحد شفنا تداولات مجموعه سابولا ارتفع من مستويات ال 30 60 واغلق عند مستويات ال 31 80، اغلق عند اعلى سعر تنفيذ ليه. دي كلها اشارات ايجابيه ان لسه عندنا مستهدفات سعريه عاليه. طيب لو حابين نشتري هنشتري منين؟ عندنا مشكله بس ان المتوسط المتحرك 100 متوسط المتحرك 200 ان السعر لسه ما عملهمش اختراق، بس زي ما احنا شايفين الاتجاه العام العرضي على المدى القصير على المدى المتوسط عندنا قناه سعريه صاعده زي ما احنا شايفين اتكونت من مستويات ال 26 واعلى منطقه عندها عند ال 35. كل دوت بياكد لنا ان النظره اللي على السهم مجموعه سافولا في الوقت الحالي نظره ايجابيه. اعتقد ان التحركات ممكن نشوفها خلال تداولات الشهر الحالي ان شاء الله، ممكن نبتدي نشتري من كسر مستويات ال 31 90 31 95. طيب لو حد عايز يخش في منطقه امان او يكون يعني بيخش في زخم الحركه زي ما بيقولوا، ال 32 بالظبط هتكون منطقه شراء جيده جدا، الستوب لوس بتاعنا هيكون عند 28 50، عندنا مستهدفين سعريين، المستهدف السعري الاول 36 80، المستهدف السعري الثاني 38 95، ده المستهدفين السعريين بتاعنا.
إشارة أخيرة بس، الماني فلو اندكس زي ما احنا شايفين أو مؤشر تدفق السيولة عند مستويات ال 45، مستويات ال 45 قادم من مستويات ال 20، معنى كده دي مستويات تشبع بيعي والسيولة المتدفقة في الوقت الحالي في اتجاه الشراء، ده بيدعم النظرة الإيجابية للسهم على المدى القصير. طيب السهم التاني معانا النهاردة سهم بترو رابغ، خلينا بس نعمل زوم اوت شوية. سهم بترو رابغ زي ما احنا شايفين كان اتجاه عام هابط، قناة سعرية هابطة، السعر تقريبا انخفض من مستويات الـ30، سجل ادنى مستويات ليه عند مستويات الـ17.50، من منطقة الـ17.50 بدأت قوة شرائية جديدة تخش او السيولة تخش في اتجاه الشراء. بالفعل شفنا ان ده انعكس بشكل ايجابي على السهم، شفنا ان السعر بدأ يرتفع من مستويات الـ17.50 الى مستويات الـ22 فلات، مع ملاحظة ان السعر خلال موجة الارتفاع دي او سلسلة الارتفاعات ديت كان اخترق القناة السعرية الهابطة اللي السعر تقريبا بتداول عندها من شهر 8 في 2018، يعني احنا بنتكلم في موجة قوية جدا، قناة سعرية قوية جدا، انه يتم اخترقها فدي بتبقى اول اشارة ايجابية بالنسبة لنا. السعر بالفعل كان عمل لها اعادة اختبار بعد ما وصل عند مستويات الـ20.90، رجع مرة تانية عمل لها اعادة اختبار عند مستويات الـ19.60 ونجح السعر في انه يتمسك عندها، وشفنا بعد منها سلسلة ارتفاعات تقريبا سجلنا 7 أو 8 جلسات ارتفاعات بدون جلسة واحدة حمراء. كان السعر وجد مقاومة عند منطقة الـ22 ورجعنا مرة تانية بنعمل اعادة اختبار للخط السفلي للقناة السعرية الصاعدة الجديدة، بعد ما انهينا القناة السعرية الهابطة بدأنا نخش في قناة سعرية جديدة صاعدة على المدى القصير. شفنا خلال تداولات الخميس الماضي السهم ارتفع من مستويات الـ20 تقريبا، سجل اعلى مستوى عند الـ21.30، اغلق عند اعلى سعر ليه في خلال تداولات الخميس الماضي. طيب منطقه الشراء دي كل ديت بالنسبه لنا معطيات ايجابيه للسهم ان في شراء في الوقت الحالي او نقدر نخش السهم في الوقت الحالي. طيب منطقة الشراء الجيدة عشان نقدر نخش في منطقة أمان أو في منطقة ما يكونش فيها فولس بريك زي ما بيقولوا بالظبط، ما بين منطقة الـ21 إلى الـ21.25، المنطقة ديت منطقة شراء، الستوب لوس بتاعنا هيكون عند مستويات الـ19 فلات، هيبقى عندنا 2 مستهدف سعري، المستهدف السعري الأول الـ22.95 ثم الـ23.84. لو حد حابب يحتفظ بعد كده بمستويات أعلى من كده عندنا مستهدف سعري بالظبط عند الـ28، بس خلينا نركز يا شباب احنا داخلين بشكل مش هسميه مضاربة بس هنسميه اللي هو دخول سريع عشان محتاجين السيولة في الوقت الحالي، السوق لسه ما كسرش مقاومة الـ90.90 زي ما احنا قلنا، تاسي ما قدرش يخترقها المرتين المتتاليين، فدي يعني خلي عندنا شوية حذر بس مش اكتر من كده. السوق تمام مفيش مشكلة فيه، السوق امان ما عنديش اي مشكلة فيه، بس برضو الحرص واجب، فعايزين نحتفظ بالسيولة اللي معانا عشان كده هنخش بشكل سريع ونطلع بشكل سريع. احنا قلنا المستهدفات السعرية بتاعتنا عند بترو رابغ الـ23 ثم الـ23.85، اللي يحب يحتفظ لمستويات الـ28 يقدر يبيع نص الكمية بتاعته ويخلي نص الكمية التانية لا قدر الله في حالة حدوث حاجة تانية. طيب السهم الثالث معانا النهاردة سهم الدريس. سهم الدريس زي ما احنا شايفين كان من الاسهم الجيده جدا خلال الفتره الماضيه، تقريبا من شهر 8 في 2018 واحنا في اتجاه عام صاعد، عندنا قناه سعريه صاعده زي ما احنا شايفين، السعر ارتفع من مستويات الـ22، سجل اعلى مستوى ليه خلال تداولات الاسبوع الماضي عند مستويات الـ39.75. كان زي ما احنا شايفين خلال فترة شهر 5 الماضي بدأ يتكون عندنا نموذج كلاسيكي في التحليل الفني بيسمى نموذج الفلاج او نموذج العلم. نموذج العلم دوت من النماذج الاستمرارية، لما بيظهر في اتجاه صاعد معنى كده هنشوف لسه استمرار في الصعود، ولما نشوف في اتجاه هابط معنى كده اللي عندنا لسه استمرار في الهبوط. زي ما احنا شايفين سهم الدريس كان الاتجاه عام صاعد، قناة سعرية صاعدة، بدأ يتكون النموذج الكلاسيكي. طيب النموذج الكلاسيكي كان ظاهر عند مستويات الـ33، لو حابين نعرف المستهدف السعري فين بالظبط نقدر ناخد السعر زي ما بيقولوا بتاع العلم، يبقى من المستويات دي كده اهو هنقطع من اول الاختراق، هيبقى عند مستوى الـ43.60. مرة تانية احنا عندنا مستهدف سعري لسهم الدريس على المدى القصير عند مستويات الـ43.60،
احتماليه الوصول للهدف 95%، لان النماذج الكلاسيكيه زي ما احنا عارفين في التحليل الفني بتبقى نسبه مصداقيتها كبيره جدا، واللي بيشجع كده هو وبيدعم وجهه النظر الايجابيه ان الاتجاه العام عندنا صاعد. السهم رغم الانخفاضات اللي شفناها في تاسي او في سوق الاسهم السعودي خلال الفتره الماضيه، السهم ما كانش بيتاثر بشكل قوي جدا، كانت موجات تصحيحيه عاديه كانتش بتقلق، عندنا القمم والقاعات محافظ عليها بشكل تدريجي. فعشان كده هنخش نقدر ان شاء الله ناخد اوردرات الشراء او نبتدي نبني مراكز من عند مستويات ال 37 50 او لحد منطقه ال 38 لو مش هنلحق نشتري من المنطقه اللي تحت، لو السعر ما رجعش مره ثانيه من اعاده الاختبار نقدر نشتري عند مستويات ال 38 15 ال 38 50 تقدر تاخد برده كميه مفيش مشكله. هيبقى عندنا ثلاث مستويات سعريه، المستهدف السعري الاول عند ال 41 فلات، المستهدف السعري الثاني عند ال 42 95، والمستهدف السعري الثالث زي ما قلنا عند مستويات ال 45. المستهدف السعري لنموذج الفلاج او العلم، وان هو نموذج استمراري زي ما قلنا. حاجه اخيره، لو حبينا نبص على مؤشر تدفق السيوله او الماني فلو اندكس هنلاقيه عند مستويات ال 72 وبدا في الانحراف بشكل ايجابي، معنى كده ان السيوله ما زالت تتدفق على السهم في اتجاه الشراء. كده عملنا نظرة على تاسي على مؤشر التداول السوق السعودي، عملنا نظرة سريعة على بعض من الأسهم اللي ممكن يكون فيها فرص جيدة خلال الأسبوع الحالي إن شاء الله. أي حد عنده أي سؤال أو أي استفسار سيبوهولنا في كومنت هنرد عليه إن شاء الله. متنسوش تعملولنا لايك وسبسكرايب وشير. كان معاكم بسام عيسى من أكاديمية بي برو تريدر، شكرا ليكم.